السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم هذه الخدمه اللي هي بجوهر طويل. بقوا معايا حتى الاخر الفيديو، مشاهده ممتعه. بالنسبه للجوهر كنحتاجوا هذا اللي هو طويل، وهذه الماركه اللي مزيانه ما كتقشر، ما كيوقع على حتى شي حاجه عليها. بينت لكم بلاستيكه ديالها باش لاي وحده بغات بحالها تشريها تعمل لها سكرين. وعندي هاد الحجيرات هادو اللي على هاد الشكل هذا طويولين، وعندي هاد الشميشات هادو هما مدورين كيجيو هنايا في هاد الموطع. ودابا بقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الخدمه بالتفاصيل. وهاد الفيديو هذا نزلته تحت طلب لواحد الاخت بغات تعمله في الجلابه ديالها، وقالت لي انني نصور معها الطريقه. اول حاجه اللي كنركبوها هي هاد الشميشه اللي في الوسط، ومن بعد كنخدموا هاد الحجيرات هادو اللي طويولين على هاد الشكل هذا. وبطبيعه الحال الخيط دائما خصو يكون على أربعة باش كنتفاداو انه يتقطع لنا اولا شي حاجه. وبالنسبه لهاد الحجيرات راه ما كيتباعوا بالعبر بالوحده، بامكانكم انكم تشريوهم بالوحده هيدا، ماشي بالضروره تشريو الباكيه. غير شنو انا علاش شريت الباكيه؟ حيتاش غنحتاجهم نخدم بهم شي جليليبات، وغنحتاج هاد الباكيه على داكشي شريتها باش كتقام لي اقتصاديه. حيتاش قد ما شريتو باكيه قد ما كطيح لكم الحاجه ارخص. بالنسبه للجوهر الطويل اللي هو داك المهرس الطويل، هذاك علاش شريت انا الباكيه ديالو؟ حيتاش هذاك ما كيتباعش بالعبر، هذاك كيتباع بالباكيه، وهذاك تقريبا كيتعمى شي 70 درهم كنظن الباكيه ديالو هيدا. الحق كيبقى مزيان وما كيوقع له حتى شي حاجه، واحد الحجر اللي هو مزيان. بالنسبه للرشيمه انا غنخليها لكم في صندوق الوصف، وغنخليها لكم في الموقع ديال التعاليق، وغنزلها حتى في المنتدى، وغنزلها في الفيسبوك اللي هي الصفحه ديالي اللي هي عالم ام عمرو. انا غنزلها لكم تما. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، ماشي بالضروره تعملوا رشيمه، تقدروا تعملوا غير الخط وتتبعوا بالحساب وصافي. بالحق بطبيعه الحال اي وحده مبتدئه تقدر ما يجيها شي معوض، لذلك غنزل لكم رشيمه. دابا غنخليكم باش تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه الخدمه كيفاش غنخدمها. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التعاليق ديالكم اللي مزيون وكتفرحوني بها، والهلي خطيكم عليا. ونبغيكم دائما تكونوا قويين وشجاعين، وتا شي حاجه ما تحطمكم. واي وحده عندها شي هدف في الحياه ديالها خصها توصل ليلو، وما خصهاش تستسلم بالمره، حيتاش بهذه الطريقه تقدروا توصلوا بعيد وتقدروا توصلوا لاي حاجه. دائما خلي الحلم ديالك يكون حقيقه وتمشي بعيد، ودائما ثق في راسك، حيتاش الثقه في النفس هي اللي كتخليك تزعم، وهي اللي كتخليك تعمل بزاف في الحياه ديالك. وشكرا مرة أخرى على حسن المتابعة، وباي باي مع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله وفرجة ممتعة.